معنا مشاهدينا الكرام عبر سكايب من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب. مرحبا بك دكتورة فاطمة. إذا الأمم المتحدة تحذر من إغلاق 22 مركزا صحيا في عام 2018 الحالي، وذلك بسبب نقص الدعم المالي. ما مصير مليون عراقي اليوم جلهم من النازحين أمام هذا الضعف الكبير في المراكز الصحية؟ دكتورة فاطمة، دكتورة فاطمة تسمعينني؟ إذا المشاهدين الكرام فاصل قصير ونواصل استوديو الرافدين. نعود من جديد إلى الدكتورة فاطمة العاني من لندن. كنت قد سألتك بأن الأمم المتحدة تحذر من إغلاق 22 مركزا صحيا في هذا العام بسبب نقص الدعم المالي، إذا ما مصير مليون عراقي اليوم جلهم من النازحين أمام هذا الضعف الكبير في المراكز الصحية؟ السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله وحيا مشاهديكم الكرام. السلام. يعني هذه مأساة كبيرة سوف تضاف إلى مآسي العراقيين، مع العلم أنها متوقعة. يعني ما ينتظر العراقيين الحقيقة هو منظمة الصحة العالمية كتبته في تقريرها، حيث أكدت أن شركاء الصحة يلعبون دورا أساسيا وحاسما في توفير الرعاية الصحية للنازحين والمجتمعات المضيفة في العراق. يعني غياب دعم الأمم المتحدة في ظل أيضا غياب للدور الحكومي وأهمال حكومي تام للرعاية الصحية في العراق بصورة عامة، وغيابها بصورة كاملة في المناطق التي تعرضت للدمار الشامل وبالتالي للنازحين، يعني مستقبل في الحقيقة أقل ما يقال عنه أنه أسود. يعني غياب الصحة معناه تفشي الأمراض، معناه عدم عودة للنازحين، خاصة وأن الرعاية الصحية في بعض المناطق التي كانت تقدمها الأمم المتحدة كانت يعني تهيئ مناخ ولو بسيط لكي يعود النازحين إلى مناطقهم في ظل دمار شامل لكل مراكز الصحية والمستشفيات في المناطق التي شهدت عمليات عسكرية. طبعا مستقبل الصحي للأطفال بصورة خاصة، يعني الرعاية الصحية للأطفال هي جزء أساسي من حياة الأطفال، هذا معناه تهديد لحياة الكثير من الأطفال. تفشي أمراض خطيرة، خاصة نحن نعرف الآن فصل الصيف الحار في العراق الذي يؤدي إلى أقلها يعني لا سمح الله هو مرض الكوليرا. وهو ليس بغريب يعني عن البيئة العراقية، ولكن كانت هناك رعاية صحية في السابق، وكانت هناك تغذية صحية وعناية وتوفر أدوية وتوفر معدات طبية وغيرها تساعد في يعني عدم وجود هذا المرض والقضاء عليه، ولكن الآن سوف نشهد عودة كبيرة للأمراض. إذن دكتورة فاطمة، أمام هذا التردي الصحي ماذا يعني عدم التزام العراق بأدنى معايير مكافحة الاتجار بالبشر وترك الميليشيات بالقيام بعمليات تجنيد الأطفال؟ نعم، يعني الاتجار بالبشر من يعني من القضايا الخطيره الان موجوده ومتفشيه في العالم، يعني وخاصه يعني الاتجار بالاطفال بصوره خاصه وبالنساء. يعني نحن نعرف جيدا ان الميليشيات في العراق يعني جندت الاطفال، ويعني تم توثيق هذا حتى ان يعني الامم المتحده وضعت الميليشيات في قائمه العار العام الماضي بسبب تجنيدها للأطفال. وليس فقط هذا، يعني الآن بسبب الظروف التي يعاني منها العراق وغياب الأمن في العراق بسبب اتجاه العراق نحو العمليات، الحكومة العراقية نحو العمليات العسكرية وعدم اهتمامها بأمن المواطن وحماية أمنه،
سوف يؤدي إلى وقوع الكثير من العراقيين وخاصة الأطفال ضحايا للعصابات ومنها الميليشيات. تجنيد الأطفال من أهم يعني الممارسات التي يجب على الحكومة العراقية وعلى عاتقها تقع هذه المسؤولية أن تحارب هذه الظاهرة، ولكن مع الأسف في العراق لا يوجد هذا. إذن يعني لماذا يراد ترك العراق عرضة لخطر تفشي الأمراض المعدية وعرضة للفقر، وكيف يمكن لحكومة أن تقبل بفعل ذلك؟ الحكومة العراقية يعني هي لا يهمها مصلحة العراقيين، والدليل على هذا يعني هو ليست يعني النازحين هي مشكلة الرعاية الصحية أو الإتجار بالأطفال وغيرها وإتجار بالبشر، بل هي مشكلة في عموم العراق. والدليل على هذا المظاهرات التي خرجت الآن في العراق، وشاهدنا كيف أن الشهادات العراقيين المتظاهرين الذين يطالبون بحق، يعني هذا أبسط حق من حقوق الإنسان، الرعاية الصحية، وكيف أن الحكومة العراقية تعمدت إهمال هذا. هذا طبعا يصب في مصلحة الحكومة أولا، لأنها تضمن أن لا يوجد هناك من سوف يعني يهددها. بالإضافة إلى هذا، هو يفيد يعني حتى الدول الإقليمية في العراق، لا يريد لأحد في الآن أي دولة إقليمية للعراق أي مصلحة، ومن ضمنها أن يكون عراق قوي يساعد على أمن وأمان المنطقة. بل أن يعني بقاء العراق بهذه الطريقة سوف يؤدي إلى تزايد العنف. شكرا جزيلا لك عبر سكاب من لندن دكتورة فاطمة العاني، مستشارة المركز العراقي لتوثيق جرائم الحرب.